أحسن الله إليك سماحة الوالد. يقول السائل: نسمع من بعض الناس هذه المقولة: إننا لسنا بحاجة إلى توضيح منهج السلف لأنه يفرق المسلمين ويسبب الانتكاسة في شباب المسلمين لأن الناس كلهم في خير وطاعة. هل يكون المسلمين وهم ليسوا على مذهب السلف؟ من قال هذا؟ ما يكون المسلمين الإسلام الصحيح إلا إذا كانوا على منهج السلف، أما إذا خالفوا منهج السلف صاروا مسلمين بمعنى الإسلام اللي هو مجرد الاستسلام من دون عقيدة ومن دون هذا، ما هذا إسلام لا ينفع ولا يفيد. المنافقون مسلمون وهم في الدرك الأسفل من النار، فما مجرد الإسلام ما يكفي، لازم مع الإسلام من الإيمان، والإيمان لا يتحقق إلا بما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. وحنا ما نفرق الشباب، إننا نريد جمع الشباب على العقيدة الصحيحة، لأنه لا يمكن يجتمع الشباب على باطل أبداً، لا يجتمعون إلا على الحق الذي جمع أولهم، جمع أول هذه الأمة هو الحق والعقيدة الصحيحة. والإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذا الكلام باطل، لأنه يريد أنه يترك مذهب السلف والانتساب إلى السلف، وتروج هذه البدع وهذه الخرافات وهذه الضلالات، ويقولون نحن مسلمون ويكفي. ما يكون الإسلام دعوة، الإسلام الصحيح لا يكون إلا مع الإيمان، أما الإسلام غير الصحيح ربما يكون بدون إيمان كإسلام المنافقين. نعم.